كل واحد فينا بداية من أنا لغاية كل المشاهدين نفسهم يبقوا ملكان، ولا عندنا بطن ولا عندنا دهون زيادة جدا. مش عارفة ابتدي مع مين، ابتدي الأول دايت ولا ابتدي الأول في العمليات؟ هبتدي مع دكتور فهيم معلش الأول. هو بعد إذن حضرتك البداية لازم تبقى دايت. دايت صح مش كده؟ طبعا. طيب ما هو ده النقطة، إن إحنا يا دكتور ساعات كتيرة جدا جدا بنبقى متحمسين نروح للدكتور بس، وبنعمل أول أسبوع دايت وتاني أسبوع ونيجي نحس إن مش جايب النتيجة السريعة فبنكسل. هل في إمكانيات دايتس أو في طرق نقدر نستعجل شكل الجسم عشان يدينا القدرة على إن إحنا نفضل مكملين للدايت؟ السؤال حبيب السالي ده سؤال مهم جدا. انا بعتبر مريض السمنه ده فريسه وهو عاوز يبقى مع الدكتوراه بعد ساعتين. ده والصيادين كتير قوي جدا جدا، مش في مصر بس، على مستوى العالم. حلو تعبير الصيادين كتير جدا، الصيادين والافقين كتير، والصيادين ودكاتره ومش دكاتره ودخلوا على الطب كده. فموضوع السمنه، يعني انا تخنت 10 كيلو تخنتهم في كذا، يعني عايز اتخنهم واخسهم في شهر او في اتنين او في سنه او في، يعني لا المفروض في يعني ارقام، في سيستم، في طبعا، وفي قابليه للجسم ان هو يحرق ايه فين وازاي. يعني قصدي الاول ان انا احط ان انا الحكايه ان انا انام واصحى وعندي فستان عاوز اروح فرح بعد بكره والكلام ده، لا 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 بيخلي فريسه موجوده والصيادين كتير قوي. فهو نمره واحد ان انا لازم ابقى فاهم ان السمنه اللي جت في سنين لازم عايزه وقت، عايزه مش معنى كده انها سنين. ايوه مش هعملها في يوم وليله ولا في شهر ولا في اسبوع ولا في دايت كام يوم يعني، لا خالص. هي ليها ارقام، يعني مثلا البني ادم اللي وزنه اقل من 100 المفروض ينزل من 4 ل 5 كيلو في الشهر. البني ادم اللي فوق ال 100 واصل ل 200 ممكن الخمسه تبقى 7 8. انا بتكلم على الرجيم الصحي السليم، وحط تحتيها 100 خط. ايوه مش كور خياره الصبح وخياره بالليل، او مدرس العاب في جيم بيتكلم، يعني مش يعني في هرم غذائي لازم بروتينات بطريقه معينه، فاهم قصدي؟ فلابد ان يبقى تحط سيستم مظبوط، وزي ما الدكتور فهيم قال البدايه دايما بالرجيم. طب يا دكتور جالك كذا حد كل واحد ليه حاله مختلفه، هتقول لي مين لا انت هتكمل دايت، هتقول لي مين اعمل جراحه والجراحه وتسمي له اسم الجراحه، هتقول لي مين يعني ايه ايه مواصفات كل مريض اللي حضرتك بترسم له خارطة الطريق؟ هقول لك حاجة، الموضوع بمنتهى البساطة. أولا هو وزنه إيه وطوله إيه ومعادل كتلة الجسم اللي هو بي ام اي قد إيه. اللي عنده 10 و20 أولا كله لازم يبتدي بالرجيم، ده مبدئيا. في ربنا بيكرمه وبينزل بالرجيم بس 50 و60 و100 كيلو معايا. إذا هو ما نفعش وعمل الرجيم وما نزلش مظبوط، رجيم صحي سليم وحطي برضو تحتيه خط، ما نزلش وعنده زياده قرب ضعف وزنه المثالي، عنده 30 40 50 كيلو و و و نفتح الاسئله ده نبتدي نفكر في جراحه، مش ما يعملش رجيم ويروح جراحه استسهال. لا لازم يكون جرب المذاكره وسقط يبقى رؤيه، فاهم قصدي؟ يعمل الملحق لان بعد الجراحه ممكن قوي هنصغر له المعده، هياكل 4 شوكولاته يعني يبقى كانه ما عملش حاجه. فقصدي ان واحد يبتدي بالرجيم، وصح إذا وصل لمرحلة إن هو ما بينزلش وعامل الرجيم صح وعامل كل حاجة صح و و و وعنده أرقام مش 10 ومش 20 ومش 30. أنا هنا بقى يروح للجراح، قبل ما نروح للجراح هل ممكن نوصل إن جسم ما ينزلش ما يتحركش ما يخسش يحصل له بلوك توتال بلوك؟ لو هو وصل للأيديال ويت بتاعه وزنه المثالي، ووزنه المثالي بيختلف من راجل لست، من رياضي من غير رياضي، عنده العضلات كتير، فاهم قصدي؟ وطبعا انا يعني رايي دايما السمنه دي مرض، يبقى دكتور، يبقى حال الغده الدرقيه وشافها سليمه وحال كل حاجه وشاف سليم وضامن ان اللي قصاده ماشي مظبوط. على فكره في ناس بتعتبر لما اتلقط ده مش غلط، لا خلاص اتعلمنا التلقيط اصلا من اللي ياكل بط معايا. فاذا كان عمل كل ده ولا زال عنده رقم محترم يبقى يتجه لجراحه. اوكي جراحه.